السلام عليكم خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتكم قناه يوميات ام ياسمين، وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم نقدم معكم بيتزا كتجي من ألد ما يكون، كتجي هشيشه وخفيفه وكنقدمها بدقيق القمح الكامل. لنبدا على بركه الله، عندي 500 غرام من الدقيق القمح الكامل، تنغربلو جيدا. نضيف معلقة كبيرة من بودرة الحليب، نضيف معلقة صغيرة من الزعتر، نضيف الملح، نضيف معلقة صغيرة من سكر سنيدة، نضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نضيف زيت المائدة 3 معالق كبار، نعجنها بالماء دافئ، نضيف الماء بشوية بشوية، هذا هو الشكل العجين، كتلتصق لينا في اليدين. غندهن وجه العجين بقليل من الزيت نباتية، نغطي العجين ببلاستيك غذائي ونخليها حتى تختمر. من بعد ما خمرت لينا العجينة كيتضاعف الحجم ديالها، نقطع العجين على جوج قطع. غادي نرش الدقيق القمح باقي بالنخاله ديالو، ما كنغربلوش هنايا، كنخليه بالنخاله ديالو، نخليهم مده 5 دقائق يرتاحوا. عندي المطيشه او الطماطم المعلبه كتكون على هذا الشكل، غادي نمعكها جيدا. غادي نضيف عليها قليل من البزار، نضيف قليل من الزعتر، نضيف قليل من الملح، نضيف زيت الزيتون، نمزج الخليط جيدا. نطلق العجين بدقيق القمح الكامل لكي يكون مازال فيه النخالة ديالو، ندير ورق الزبدة، غنضيف الصوص ديال الطماطم، عندي الموتزاريلا تنقطعها شرائح على هذا الشكل، نضيف الجبن المحكوك، اي جبن متوفر عندكم استعملوه، نضيف الفرماج بارميجانو، نضيف الفطر او الشامبينيو خضر نقطعو شرائح، نضيف الكفتة، نضيف زعتر،
ندخلها الفران على درجة الحرارة 220. ندير معكم واحدة أخرى. نتمنى خواتاتي ما تنساوش لي لايك، وكنشكركم جزيل الشكر على التعاليق الرائعه اللي كتكتبوها ليا وكتخليني نزيد نستمر معكم. وكنتمنى اللي ما مشتركش يدخل يشترك عندي في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكركم مره اخرى. نضيف علبة ديال الطون، غنضيف الحبق، هذا هو الشكل النهائي. تنقدم لكم الصحة والراحة. بيتزا كتجي هشيشة ولذيذة من أروع ما يكون. كنتمنى تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى ما تنساوش لي لايك، وكنشكركم جزيل الشكر مرة أخرى. ومع السلامة مع فيديو آخر بإذن الله.